لو قاعد بتتفرج على فيلم في السينما وحد قاعد جنبك بيتكلم بصوت عالي وبيطلع صوته وهو بياكل ووقع عليك أكل كمان، هتتعصب وهتقول ده شخص قليل الذوق جدا. تاني يوم بقى انت ماشي وبالصدفة وقعت في الشارع وجي نفس الشخص ده ساعدك وقومك وعرض عليك يوصلك أي مكان لو انت مش قادر تمشي، هل هتغير رأيك من الانطباع التاني وتقول ده ذوق جدا ولا هتفضل على انطباعك الأول؟ لو عايز تعرف الصح ايه انا هقولك. الطبيعي اننا بنشكل انطباعات سريعة جدا عن غيرنا بناء على تصرفاتهم، والعلماء بيقولوا اننا نقدر نستنتج سمات كتير من شخصية اللي قدامنا من خلال سلوك واحد، زي كلمة قاسية في وقت غضب او حد يعمل تصرف غبي ملوش اي لازمة، فده بالنسبة لنا بيكون كفيل نتوقع هو هيتصرف ازاي في المستقبل، زي مثلا الشخص اللي انت شفته في السينما بيتصرف بعشوائية، دماغك هتترجم باقي تصرفاته انها عشوائية ومتدنية وانه في العادي اكتر من كده. وبيقال انه صعب تغير انطباعك الاول عن شخص، وبتحليل دماغنا في المواقف دي ففي وجهة نظر بتقول ان الجزء المسؤول عن المعلومات السلبية عن شخص بيكون ليه تأثير اقوى بكتير عن الجزء المسؤول عن تثبيت المعلومات الإيجابية عن نفس الشخص. طيب ايه بيحصل لدماغنا لما بنغير انطباعنا؟ باستخدام الرنين المغناطيسي الباحثين حددوا شبكة ممتدة في منطقة الدماغ بتستجيب للمعلومات الجديدة اللي بتتعارض تماماً مع انطباعك الأول، ودي المناطق اللي بتكون مترابطة مع الإدراك الاجتماعي والانتباه. فلما بنعمل تحديث للبيانات اللي جوه دماغنا بيحصل نشاط في القشرة الجبهية والجزء اللي مرتبط بالتصورات للسلوكيات دي في حياتنا اليومية، وبيدخل في حيرة، هل تصرفه اللي اتغير وبقى كويس ده تصرف كويس بس متوقع يحصل من أي حد مكانه، ولا هو تصرف غير مألوف ومش عادي؟ فدماغك هتفضل تقولك ياه تصرف الراجل ده لما ساعدني وانا واقع كان كويس قوي، بس علشان هو اتحط في الموقف ده، انما مش هنسى لما كان في السينما وكان قليل الذوق معايا. فبتاخد القرار وبتمشي مع انطباعك الاول، قلبنا اسود برضو، وده عشان انت معتاد ان الناس اللي حواليك واغلبهم في الحياة تصرفاتهم كويسة، ونسبة قليلة في يومك انك ممكن تقابل شخص سخيف او وحش، بس هتفضل فاكره أكتر من الكويسين اللي شفتهم. والعكس، لو انت في مكان حاسس انك مضطهد من الكل وحد واحد بس ابتسم ليك وقالك كلمة وشجعك وانت أصلا ما تعرفوش، هتفضل فاكره وممتن للتصرف ده مهما عد عليكم مواقف تانية. فكر آخر مرة غيرت انطباعك فيها عن شخص كان من تصرف مألوف هو عمله أو تصرف ما كنتش تتوقع إنه يحصل منه. تغيير طريقة تفكيرك وإنك تعرف معلومة جديدة ده اللي هيخليك توصل للسلام النفسي اللي بتدور عليه، وهي دي الميتانويا. واستنوني الحلقة الجاية من ميتانويا، ويومكم حلو.